انا شايفها زعلانه وبتضرب كف على كف الخروج النجم الكبير قوي محمد صبحي. كانوا مستنيين من محمد صبحي كتير كتير كتير. وكره مع كره عباسط، وكره مع عباسط لشريف مال، اماميه شريف مال، شريف مال يلم يلم شريف مال، وكره حلوه جميله جميله شريف مال، وحلوه حلوه من الحارس محمود شكري، ينقض عليها وتطلع ضربه ركنيه. وكره عبد الباسط، كره عبد الباسط ويطلع منتصر سلطان لمحمود ناجي. محمود ناجي، محمود ناجي بموت، دخل عليه احمد حسين، ومحمود ناجي لسه الكرة مع محمود ناجي، يا ريت خلص بقى اللي في رجليه. محمود ناجي روح يلا كرم، روح شمال كرم عباس، كرم عباس ناحيه الشمال يا راجل، محمد عبد العزيز وهجمه مرتده امل مجاويش 2-1، احرز الهدفين لامل مجاويش. النجم الكبير محمد صبحي الراعمة، الكابتن الكبير قوي شريف مات، استراحة كثيرة ثم نعود لكم ونلتقي مع احداث الشوط الثاني. انت كمان تعال عندي عندي صورة المباراة. ايش شيف؟ في المدرجات مع الجماهير، بنحب نشوف توقعاتهم للمباراة. يا مجدي الحلواني ان شاء الله باذن الله كابتن محمد عبد العظيم هيغلب وهيغلب شريف ماهر عشان خاطر يحرمه يلعب كره ثانيه هنا في مجاويش. كم نتيجه احنا بنلعب احسن؟ كم نتيجه يا كابتن؟ باذن الله 5-1 زي ما هي كده لمحمد عبد العظيم. شكرا يا كابتن، ان شاء الله باذن الله عظيم هيغلب. اسمك محمد محمود النابت، توقعاتك للمباراه يا كابتن؟ طبعا 3-2 لينا فريق شريف ماهر. مين ليكم يا فندم؟ شريف ماهر كابتن، شريف ماهر فريق الفراعنه يعني. شكرا يا كابتن، شكرا يا كابتن، هنكسب 3-2. شكرا يا كابتن، الاسم يا كابتن الاسم. انا عاطف الروبي. توقعاتك للمباراه يا كابتن؟ المباراه محمد عظيم 4-2. انت ايه رايك في المباراه يا كابتن؟ المباراه 100% بصراحه، توقعاتك سلبة من ده ومن ده، يعني المباراه نظيفه. كويسه. وايه رايك في التحكيم؟ التحكيم 100%، يعني لجنه التحكيم ما غلطتش انها جابت الحكم النظيف. غلطه واحده بس، هي بس عدها يعني. اللي هي ايه يا فندم؟ ساعه لما كرم مش عارف مين والمين معديها، اللي هو كرم زق محسن. ايوه اللي بس الحكم برضه اقدر اقول لك يا كابتن ان الحكم بشر يعني، مش لا بس المفروض يوقع الكره دي بصراحه يعني. شكرا يا كابتن. بعد اذنك يا كابتن حسن. يا كابتن حسن اقدر اقول لحضرتك بس هو مساء الخير الاول. حضرتك عليك على الشوط الاول من حضرتك. الشوط الاول مباراه كويس جدا، فريقين متفقين، وفي نجم محمد فراج عمل ماتش كويس جدا، طبعا باقي الفريق بس الماتش كويس جدا تمام يعني. وايه رايك في الماتش بتاعنا في الذوق في العافيه بتاعنا؟ الجماهير بتقول ما شفناش الكوره اللي احنا منتظرينها. حضرتك لسه ما شفناش الكوره، المهم ان الماتش فيه شده اعصاب. تمام دي الماتش بتاعنا يا مجدي عشان ما نرجعش ان شاء الله. ان شاء الله ماتش مشدود شويه. شكرا يا كابتن. الكابتن تاني الكابتن مجدي الحلواني، اقدر اقول لحضرتك ايه رايك في الشوط الاول؟ لا فريق شريف ماهر 10/10 ان شاء الله باذن الله، بس كابتن محمد العظيم هيغلب عشان يحرموا يلعب كره ثانيه هنا في مجاويش. انت متحمس للكابتن محمد؟ لا محمد العظيم حبيب اصلك، والراجل ده جالي زياره في مصر، خد 7 ايام في مصر عندي. بس احنا الراجل ده اخلاق قوي وروح رياضيه 10/10. الرياضه منافسه شريفه ونقول منافسه. بس انا بحب محمد عبد العظيم اصلك يعني. وهيغلب شريف ماهر. تعالى على الجنب الثاني، على الجنب الثاني. هتسمع البراهم وريه النظام. تعالى مع البراهم. ايوه يا باشا. فكروا. ايوه براهم، انت شفت الشوط الاول؟ الشوط الاول شفته. ايه رايك في الشوط الاول؟ بصراحه 100% بيفكرني بمباراه السنغال والبرازيل، ويعني دوره جميله جدا. مين اللي عجبك في الماتش كتير يا حكم؟ حكم بصراحه انا بحب شريف ماهر قوي. لا ما جانيش الفرع بس بحبه. مين النجم المفضل ليك في الشوط الاول؟ هو احسن نجم في الشوط الاول بصراحه محمد صبحي لحد دلوقتي. محمد صبحي شكرا. الصبح ابو واحد اقدر اروح واقول لحضرتك هو مدير فني بتاع النبي والنبي اول من المباراه. النبي انا واعد مش على قد طلعت عمال افكر. النبي المعسكر اللي اتعمل لهم قبل المباراه يعني. انت لحد دلوقتي مش راضي على فرقتك؟ مش راضي والله. طب سبب انا واعد والنبي عمال افكر. النجم الكبير قوي محمد صبحي الشوط الثاني يمكن كنت مش شغاله صح يا احمد؟ اعطيني الامل على منتصر. شكرا يا كابتن. الكابتن منتصر نجم موناكو الفرنسي، حضرتك غيرت مكان اللاعب او محمد صبحي نجم ريال مدريد الاسباني وليد عبد الجزار صح؟ انت واثق في نفسك ان انت هتسد مكانه اكتر ان شاء الله؟ ان شاء الله هعوض ال 2000 واحد. كابتن حضرتك ايه رايك في المباراه في الشوط الاول؟ طبعا اشكركم الاول على هذا اللقاء الطيب. طبعا الشوط الاول كان ممتاز طبعا، الفرص كانت قليله بس واللاعب شكرا مع الحكم اللي احنا جايبينه من انجلترا الكابتن محمد ضبط. اقدر اقول لحضرتك يا كابتن ايه رايك في الشوط الاول؟
كان في جهد من الفريقين شكرا. رأي حضرتك وخبرتك، هل فريق أمل مجاويش هيتأثر بخروج النجم الكبير محمد صبحي؟ نقول تواريخ ميلاد اللعيبه يا جماعه لفريق الفراعنه. الحارس المخضرم احمد الفرشوتي 22/2/76، كابتن الفريق كابتن التيم حسن جبريل الوحيد للحكم، وضربه مرمى محمود شكري يحاول يضيع ثواني ضربه المرمى، وانا شايف الحكم لعاشر مره بيبص في ساعته محمود شكري. محمود شكري وشريف ماهر، محمود ناجي يلم الكرة على وش رجله، محمود ناجي، محمود ناجي الكرة، محسن عبد الغني، محسن عبد الغني، محسن عبد الغني طلع كرة رمي التماس والأنور، والحكم يحسب فاول اوت، فاول اوت على فريق الفراعنة، فاول هيلعب رمي التماس اللاعب محسن عبد الغني، محسن عبد الغني يعني نادي ميونخ 1860 المانيا، يعني 5 مليون دولار يا جماعه بيلعبوا في الملعب. محسن عبد الغني جميله وحلوه جميله، محسن عبد الغني ثاني، محسن عبد الغني، محسن عبد الغني بيطلع الكوره لمحمود ناجي، يلا ران عبد العزيز كوره على صدر عبد العزيز، ماشي عبد العزيز رقم 10 نجم لاتسيو الايطالي 9.5 مليون دولار، محمد عبد العزيز، عبد العزيز عوض العمروسي، عوض العمروسي المنتصر، منتصر داخل وائل ياخدها حسن جفلان، وحسن جفلان اماميه امل ملويش والانور، والانور على طول لكرم عباسط، كرم كرم عباسط في الوقت المناسب يقطع عوض العمروسي، عوض العمروسي لاحمد حسين هجمه مرتده، فريق امل مجاويش دلوقتي بيلعب على الهجمات المرتده، واحمد حسين كره من بعيد تجلي منه تطلع ضعيفه لايد الحارس احمد الفرشوتي، احمد الفرشوتي على طول الف قدام حسن جفلان، حسن جفلان في نص الملعب ويقطع عوض العمروسي النجم الفدائي الكبير قوي، والانور تاخدها كرم عباسط، كرم عباسط راجع ناحيه الجون، داخل احمد حسين، احمد حسين والحكم يحسب ضربه حره غير مباشره لفريق الفراعنه ضد احمد حسين لاعب فريق امل مجاويش ونجم نادي احمد حسين، محمد عبد العزيز، محمد عبد العزيز لاحمد حسين تاني على ساعه كان انتهى الوقت الاصلي، بنلعب دلوقتي في الوقت الضايع، واحمد حسين كوره عرضيه عبر القرار تطلع على التماس، كرم عباسط، كرم عباسط لمحمود ناجي هجمه خطره، محمود ناجي حلوه الكرم وعوض العمروسي في الوقت المناسب يطلع، كان بيبص في ساعته، عارفين دلوقتي الوقت بيعدي على فريق بسرعه جدا وبيعدي في نفس الوقت على فريق، وحلوه كره وبيعدي في نفس الوقت على فريق، وحلوه كره وفي العارضه، يا سلام يا ابني، كوره جميله 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 يا كرم يا عبد الباسط، كوره مخطوفه 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 جميله جميله من كرم عبد الباسط، كرم عبد الباسط يا اخواننا نجم كايزر سلاوترن الالماني و7.5 مليون دولار، كوره جميله جميله جميله، ما اقدرش اقول لك يا ابني غير هارد لك وحظك كده، حظك كده والحظ مش معاك، والحظ كبير جدا مع محمود شكري، محمود شكري كوره اماميه شريف ماهر تجلي من شريف لمنتصر مخازن، منتصر مخازن كوره عرضيه لمحمد عبد العزيز، ومحمد عبد العزيز، محمد عبد العزيز لسه الكوره مع احمد حسين، واحمد حسين لمحمد عبد العزيز تاني، ومحمد عبد العزيز يشوط شوطه تطلع عاليه كرة أمامية ويغطي محسن وسيبها تطلع رمية تمس، هات لي فارس وخذ بشرفنا النهارده، بنشكر الإدارة اللي قامت على الإستاد النجم النقاشة الكبير قوي الباشمهندس فوزي، والباشمهندس فارس نجم التجهيز، والباشمهندس مصطفى الأردن بيتر صيانة، والناس دي كلها ساعدتنا على تصليح الملعب وتصليح وتثبيت الدورة. كرة مع محمود شكري ضغط عليه الشريك ماهر، محمود شكري والحكم يحسب ضربة حرة غير مباشرة، رجعها ورا على الخط يا عوض، رجعها ورا على الخط، رجعها ورا على الخط، ضربة حرة غير مباشرة، وانا شايف الحكم بيبص في ساعته، عشان تلعب براحتك رجعها ورا، رجع الكرة، وحسين عبد الغني
هو انا شايف الحكم بيطلع انذار واول انذار في المباراه لمحمود شكري ومحسن عبد الغني اول انذارين في المباراه. محمود ناجح حلوه اخو شريف ماهر وشريف ماهر جميل وحلوه محسن عبد الغني انقض عليها تبقى محمود ناجح حسن قفلان وهاند بول ضربه حره مباشره انا في اعتقادي ان دي اخر فرصه لفريق الفراعنه ضربه حره مباشره. انا شايف قدام الكوره واقف نجم انتر ميلان محمود ناجي ومحمود ناجي شوطه بعيده تطلع محمود شكري نجم كرواتيا زغرب 3 مليون دولار كرة طويلة أمامية يقطع كرم عباسط لمحمود ناجي الكرم تاني كرم على صدره دخل على أحمد حسين وعوض العب رنسو حسن قفلان كان سامع الجماهير دلوقتي بطلب الحكم بالصفارة. لكن يا إخوانا أقول لكم إنه الحكم هو الميقات الوحيد للمباراة هو اللي موسع وهو اللي عارف الوقت الضاع قد ايه واللعبه قد ايه ومحدش يقدر يلوم الحكم في اي حاجه عشان هو القرار الوحيد للحكم. وضربه مرمى محمود شكري بيحاول يضيع ثواني في ضربه المرمى وانا شايف الحكم لعاشر مره بيبص في ساعته. محمود شكري وشريف ماهر محمود ناجي يلم الكوره على وش رجله محمود ناجي محسن عبد الغني طلع كرة رمي التماس والانور والحكم يحسب فاول اوت على فريق الفراعنة هيلعب رمي التماس اللاعب محسن عبد الغني يعني نادي ميونخ 1860 المانيا يعني 5 مليون دولار يا جماعة بيلعبوا في الملعب. محسن عبد الغني جميلة وحلوة جميلة محسن عبد الغني تاني محسن عبد الغني ويطلع الكورة لمحمود ناجي يلا رام عبد العزيز كورة على صدر عبد العزيز ماشي عبد العزيز رقم 10 نجم لاتسيو الايطالي 9.5 مليون دولار محمد عبد العزيز عوض العمروسي المنتصر دخل وائل ياخدها حسن قفلان امامية محسن وشريف ماهر ولسه الكرة في الملعب وتطلع رمي التماس والحكم قال ضربة مرمى لصالح فريق امل مجاويش. انا شايف واحد من الجماهير نزل ارض الملعب والحكم بيقول له انت رايح فين والامن نزل خلاص طلعه واستكمل المباراه محسن عبد الغني محمد عبد العزيز منتصر وكره جامده جميله منتصر والله كنت تخلص على المباراه بسرعه وراجع منتصر عشان مكانه فاضي والانور هيلعب ضربة المرمى في نص الملعب محمود ناجي وفي اللحظة دي يطلق الحكم صفارة النهاية بفوز فريق امل مجاويش على الفراعنة 3-2 احرز الهدف الاول والثاني اللاعب الكبير محمد صبحي نجم ريال مدريد الاسباني 11 مليون دولار والهدف الثالث احرزه اللاعب الكبير محمد صبحي نجم محمد عبد العزيز نجم لاتسيو الايطالي 9.5 مليون دولار واحرز هدفي فريق الفراعنة النجم البوندسليغا الاول شريف ماهر اللي وصل دلوقتي سعره ال 11 مليون دولار واتنقل الموسم القادم لبرشلونه الاسباني والهدف الثاني احرزه نجم انتر ميلان محمود ناجي يعني 8 مليون دولار. سادتي الى اللقاء في مباريات قادمه واشكركم لحسن استماعكم وشكرا لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محسن عبد الغني ايه شعورك بعد الفوز على فريق الفراعنه 3-2؟ الحمد لله احنا لعبنا ماتش كبير قوي والحمد لله ان احنا قدرنا نكسب ان شاء الله الحمد لله
والف مبروك لفريقنا ومن الفوز ده اللي ما جاوش كده. شكرا يا كابتن. الكابتن احمد حسين ناجي مرسال الفرنسي، فايش تقدر تعبر شعورك بعد الفوز الكبير ده على فريق الفراعنه 3-2؟ تقدر مش قادر مش قادر كابتن. بصي يا نطرة يا بلاش الراجل دوت انت هو اللي ضايع الفرقه دي منتخب الفراعنه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم نشكر ربنا على الفوز الكبير اللي هدهولنا النهارده، وده بتوفيق الحمد لله اللعيبه والجهاز الفني بقياده الاستاذ صبحي عبد الواحد. الحمد لله كل الناس دي عملت اللي عليها، وكل اللي بيعمل كل اي لاعب بيعمل اللي عليه ربنا بيديله على قد عمله. شكرا الحمد لله احنا انجزنا وكسبنا ونستحق الفوز. شكرا. حارس المخضرم الكابتن محمود شكري، ايه شعور حضرتك النهارده وانت كسبان 3-2 في المباراه النهائيه؟ والله انا المباراه دي كنت بقالي اربع ايام المباراه يعني مالناش دعوه بفايز ومحزون، لان قبل المباراه احنا جواز. شكرا يا كابتن. انا شوف قربت لمدينه كابتن ماتش اضرب فيه. استنى والله كنت ماشي والله الماتش يضرب فيا وانا عسلان قبل المباراه اللي انت جايبها. معلق معلق الالماني صلب اللي صلب فين يا عم المفاتيح عظيمه كتفك مخلوق عشان كده هو اللي وصل على مساك. طبعا بتقول لي ايه الفريق الفايز يا كابتن؟ الفريق الفايز مبروك يلا. شكرا يا كابتن. مبروك يلا. المدير المدير الفني ليه؟ يلا يا المدير بكل صحه والله. المدير الفني لفريق الفراعنه نقول لحضرتك ما تزعلش النهارده لك والرياضه خاسر وكسبان، وتقول ايه الفريق الفاز وتقول ايه اللي سبب خساره فريقك؟ لكن الماتش كان كويس من الفرقتين عايز ماتش مفيش ورا اصلا عبود الصوره هي ايمن ان شاء الله الدورات الجايه كتير. شكرا يا كابتن. ولو عندي شويه تعليم نادي امل مجاويش والمحترف في بورتو البرتغالي، نقول سبب اصابتك ايه بالظبط وكنت مصاب في انهي مباراه؟ الحقيقه انا كنت لعبت مباراه قبل كده مع الكابتن مجدي حافظ مدير فني منتخب مجاويش، فاحنا لعبنا اول عربات الرياضات حتى دور بردي ومش اصابه يعني، فاضطريت ان انا اركب شويه. شكرا يا كابتن. الاخ حسن. شكرا يا كابتن. يلا كابتن كرم عبد الرزاق، ايه رايك حضرتك في المباراه؟ والله المباراه يعني من الناحيتين يعني انها مباراه قويه مثيره جيده جدا، بس يعني الحظ احنا ما خدمناش ككوره. هل حضرتك بتتوقع الحضور الجماهيري يكون لا؟ اتوقع اكتر من كده والله كتير يعني. حضرتك حضر في الاستاد في بدايه الشوط الاول ياخر في بدايه الشوط الثاني 22 جنيه والله يعني متوقع ان الكره اللي طبعا جاي عشان مصريتي وكابتن طبعا الكباتن الكبار امين حافظ ومدير القريه واللي هو كان نفسي انه يجي في مصر. شكرا محمد عبد العزيز نجم نادي دينامو بوخارست، ايه رايك في المباراه؟ والله المباراة اتسمت طابع خاص، أولا الفريق عمل اللي عليه بتاعنا وفريق عظيمة برضو كويس مش وحش، بس احنا برضو بقول اخوانا التفكك في الملعب الناس تايهة، قدروا يسيطروا على المباراة في الشوط الثاني. أنا مش بقول من ساعة ما نزلت لا، فرج لعب كويس وبصراحة عمل اللي عليه. شكرا كابتن. استنى عليه المشجع واللي حضر النهارده اتفرج على المباراه هو الاستاذ مجدي الحلواني اعتقد. يا استاذ مجدي الحلواني الله يخليك، انت كنت متوقع استاذ مجدي ان انت فريقك هتكسب 3-2؟ اكيد يعني توقعك صح. انا متوقع، وكمان في فرق كمان ان كابتن مع محمد صبحي نجم المنصوره خرج الشوط الاول، لو الراجل ده قلعان لوحده كان هيجيب 3 اجوان. شكرا كابتن. وبشكر كابتن حسن بوتشر هو واقف برضه جنب كابتن شريف ماهر وفرقته كده، واشكرك استاذ ايمن واستاذ وليد المصور. واقفل بقى عشان هيجي لي بعد عشان شكرا. بايه الندم؟ بعد اذنك كابتن ممكن بعد اذنك جماعه تجهيز نجوم محمود تلقى 2-3 في 5. بقول لك ايه الاحداء داخل الملعب والاصدقاء خارج الملعب. الكابتن محمد عايزين نجم لاكس الايطالي 9.5 مليون دولار، تقول لي ايه راي حضرتك في المباراه النهارده؟ والله الحمد لله اولا على الفوز طبعا، واحنا حقيقه يعني نتيجه المباراه ما تاثرش مع الفريقين، والحمد لله ان الماتش طلع كويس يعني الى حد ما، وبنقول هارد لك لاخويا شريف ماهر والفريق بتاعه، وان شاء الله نلتقي في دورات ثانيه وشكرا. قبل المباراة كنت تتوقع انك هتفوز؟
والله نتيجة أي مباراة ما تقدرش توقعها حتى مهما كان الخصم سواء قوي أو ضعيف، ما تقدرش تحسم المباراة لأن كل مباراة ليها ظروفها. التوفيق لما بيمشي مع أي فرقة بيفرق طبعا في الماتش. التقصير في الشوط الثاني كان سببه خروج محمد صبحي ولا غير كده؟ لا، هو التقصير طبعا يمكن إحساس الفريق المنافس بأن الوقت خلاص، خوفه اصلا من النتيجه، احنا خوفنا برضو ان احنا نحافظ على النتيجه خلانا ندافع شويه، زائد ان برضو خروج محمد صبحي اثر على خط نص الملعب. يعني دي اسباب. شكرا كابتن. شريف ماهر، في البدايه اقول لحضرتك ان وانا بعلق من الاستوديو اتصل بيا مدير اعمالك وقال لي انه شريف ماهر، انت دلوقتي كابتن شريف تقدر تقول لاخوك وحبيبك الكابتن الكبير مسابقا رفع الله نجم روما الايطالي، تقدر تقول له ايه في غيابه ان هو ما قدرش يجي المباراه دي بسبب ظروف نادي انه عنده ماتش في كاس الاتحاد الاوروبي مع روما الايطالي؟ طبعا انا مصطفى اتمنى ان شاء الله يكون وصل بالسلامه ويا رب كده باذن الله. طبعا للاسف هو قبل ما يمشي اذرنا جامد يعني، بس انا اتمنى طبعا اقول له عاشه يا مصطفى وجهاتك اكثر من رايحات، ودي اخيرا وليس اخيرا يعني، وان شاء الله المره الجايه هتكون معانا، وانت اثرت فينا على فكره معنويا حتى مش كرويا. شكرا يا كابتن جمعة. وشكرا. اصبر بقى عليا انا بقى عشان نجري بقى كل حاجه بقى، اصبر عليا انا بقى. ماشي سادتي يا سادتي، سادتي يا نساتي، سادتي اشكركم والى اللقاء في مباراه قادمه، واحب اشكر الوحده المنفذه الاستاذ وليد حمزه الكاميرمان، واشكر وحده خلف الله للانتاج الاعلامي، واشكر الراعي الرسمي للبطوله سويت 33 كوكاكولا، وكان معكم في التعليق ولقط التفصيل وحوارات خارج الملعب وداخله قبل اللقاء وبعده اللاعب ايمن محمد. شكرا.